خدنا كل مرحلة من هذه المراحل، كيف نتعامل معها؟ يعني تمام، هنعمل إيه؟ هنوصل يعني دلوقتي ان الخشونة عندنا يعتبر 4 درجات. كويس. بنقول في الدرجة الأولى، في أول درجة اللي هي بنبدأ نحس بالآلام أو بيحصل فيه ارتشاح في الركبة أو التهابات بسيطة. الدرجة الثانية بيبقى فيه التهاب زايد شوية، في صعوبة في الحركة، وصعوبة في نزول سلم، طلوع سلم، ما بعرفش أتني كويس، ما بعرفش أفرد رجلي كويس. ومعايا الدرجة الثالثة نفس الكلام، بس بيزيد شوية الألم بقى أكتر، الألم بقى شديد يا دكتور، يعني مش بقيت بستحمل إن أنا مثلا أمشي نص ساعة على طريق كويس أو طريق يعني مساوي زي ما بنقول. الدرجة الرابعة خلاص أنا ما بقيتش أتني ركبتي، ما بعرفش يعني أصلي، ما بعرفش أتحرك بسهولة زي حركة، الأول. خلاص وصلت للدرجة الرابعة. بنشخص إزاي؟ طب قبل ما نشخص ازاي، احنا معانا كمان فيديو لدرجات الخشونه، تمام، يعني احنا معانا فيديو ممكن برضو نعرضه عشان نعرض نوري الناس برضو بعد مراحل التطور تمام درجه الخشونه بتكون شكلها تمام عامل ازاي. تمام احنا هنا عندنا اسباب الخشونه، طبعا السن زي ما قلنا في الاول، والحركه كويس، والامراض نقدم المزمنه. شويه، نقدم الفيديو شويه وناخد نوصل لحد ما نوصل الجزء الخاص نقدم الفيديو، نقدم الفيديو شوية، نخلي الفيديو معانا ولكن نقدم الفيديو. تمام. كويس. الأسباب بتاعت الخشونة قلنا كويس. التحميل، أيوه، وقطع في غضروف زي ما قلنا أو حاجة في الأول. كويس. تمام. الخشونة ده اللي على الشمال ده سطح يعني أو أشعة لمفصل سليم، اللي أيوه على اليمين أشعة أشعة المفصل المفصل فيه فيه خشونة، مشكلة. خشونة شديدة. كويس. في طبعا ناروينج في جوينت سبيس، يعني ضيق شديد في المفصل، واضح جدا طبعا مع الاحتكاك الموضوع بيتطرق بقى زي الحاجات اللي شفناها دي. 4 أشعاعات مختلفة لل4 درجات اللي كنا بنقولهم كنا بنتكلم دلوقتي، عنهم دلوقتي. اللي هو الدرجة الأولى والثانية، وكل طبعا ما الدرجة بتزيد كل ما المسافات ما بين المفاصل أو المفصل الفخذ والساق بيقل شوية المسافات. فطبعا احنا وصلنا ان احنا شخصنا بالأشعة أو شخصنا درجة الخشونة، فبنبتدي نتعامل بعديها على الإيه؟ كويس العلاج. كويس كده احنا اتكلمنا عن طيب النهارده، وانا اتكلمت عن هي الاسباب ومراحل التطور، دلوقتي عندي طريقه التشخيص. تمام. اعتقد ان طريقه تشخيص مشكله خشونه الركبه او الام المفاصل ليها طرق كتير، ايه ابرز طرق التشخيص تمام اللي من خلالهم طبيب العظام بيشخص تمام درجه احنا الخشونه؟ عايزين نفصل بقى، احنا بنعمل اشعه او بنعمل فحص عشان نشخص هل دي خشونه ولا لا، ولا في مشكله في الركبه. ممكن تكون مشاكل كتير، يعني ممكن تكون زي ما كنا بنتكلم دلوقتي عن قطع الغضروف او قطع الرباط الصليبي او قرحه في المفصل او اي مشاكل اخرى بعيدا عن الخشونه. فبنحاول نوصل للطريقه المناسبه للتشخيص. الخشونه بتتشخص بالاشعه العاديه، الخشونه بتتشخص بالاشعه بالاشعه العاديه العاديه بلين اكس راي، بس في ستاندنج بوزيشن، يعني العيان بيعملها وهو واقف. كويس. عشان نبين زي ما شفنا دلوقتي في كل تفاصيل المفصل وحواليه والمسافات، المسافات اللي هي بتحدد هل انا في درجه اولى او ثانيه، انا كده بشخص خشونه. طيب الام ار اي، السونار، الحاجات دي احنا بنشخص بيها خشونه. احنا بنشخص بيها هل في قطع في الغضروف، هل في قطع في رباط صليبي او اي رباط من الاربطه الاخرى للركبه، هل في ارتشاح، هل في اصابه مثلا قديمه وادت الى قرحه مثلا في مفصل الركبه او حاجه. تمام. ده بالنسبه للتشخيص. يعني احنا لما بنيجي نشخص او بنبقى متاكدين العيان ده عنده خشونه، بنبقى عاوزين نحدد الدرجه فين بتاعه وموجوده الخشونه. فين بنعمل ورايحه بقى لها قد ايه، بلين اكس راي في الستاندنج بوزيشن، وبنحدد او بنقيم منها درجه الخشونه اللي عندها العيان علشان نبدا نحدد بقى طريقه العلاج المناسبه العلاج. ليه. كويس. تمام. بما اننا رحنا لطريقه